كلية الهندسة أن يعكسوا وينقشوا اسم الجامعة بلائحة الشرف في مسابقات متعددة. حديثنا حول هذا الموضوع بالتأكيد يسعدنا أن نستضيف عميد كلية الهندسة في جامعة فلسطين التقنية خادورة الدكتورة مكرم عباس. يسعد صباحك دكتورة. ومشوار من نابلس غلبناك في هذا الصباح، لكن صباح جميل إن شاء الله. الله يسعد صباحك يا ربي. يسعدك. بداية مبارك لكلية الهندسة ولجامعة فلسطين التقنية خدورة فوزها في مسابقات عدة. أطلعينا على أبرز المسابقات الأخيرة التي شاركت فيها وحصلت فيها أو فازت فيها جامعة فلسطين التقنية. صراحة مؤخرا من خلال الأسبوعين الماضيين جامعة خدوري خصوصا كلية الهندسة حصلت على 3 جوائز، أولى في على المستوى المحلي وكمان على المستوى القومي. على المستوى المحلي فزنا بجائزتين، مسابقة الجسور الخشبية اللي نظمتها اللي هو الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين في جامعة النجاح الوطنية، شاركت فيها 33 فرق جامعية، حصدنا المراتب الأولى 3. طبعا هذا يعني بهدي هذا الفوز لقسم البناء لأنه هم طلابنا شاركوا 4 فرق وهو قسم ناشئ صراحة لم نخرج منه أي دفعة بعد، فهذا كان إنجاز كبير بالنسبة لقسم البناء وكلية الهندسة بشكل عام، حصولهم على 3 المراتب الأولى ضمن الجامعات المحلية. كذلك حصلنا المرتبة الأولى في مسابقة التك كامب اللي نظمتها المؤسسة الشركاء في التنمية المستدامة، حصلت في رام الله لمدة 2 يوم، فرق شارك منا 6 طلاب من قسم الحاسوب وفازوا بالمرتبة الأولى طبعا على 8 فرق مشاركة كانت من مختلف الجامعات. وعلى المستوى القومي حصلنا على الميدالية الذهبية ضمن الملتقى الإبداع الطلاب 19 اللي تم تنظيمه في رأس الخيمة. وكمان البحث العلمي الذي تم تقديمه أخذ كمان جائزة تقديرية وموافقة على نشره، فكان إنجازات كتير كبيرة لكلية الهندسة، كتير سعيدين بذلك. صحيح حافل إن شاء الله. طيب بصراحة أبدأ من رأس الخيمة والملتقى الطلاب الإبداعي 19، إيش طبيعة الملتقى، على إيش بيركز، وإيش كانت مشاركة طلبتنا في جامعة فلسطين التقنية خضوري من خلال هذا الملتقى؟ تمام. هلا طبعا إحنا عندنا في جامعة فلسطين بنركز كتير للريادة والإبداع للطلاب خصيصا وكذلك لأعضاء الهيئة التدريسية. فعنا مركز الإبداع رشح هذا المشروع للمشاركة في الملتقى الإبداع الطلاب 19، ودعم ناس صراحة بالجامعة حتى على مستوى الجامعة لوجستيا وفنيا وماديا، قمنا بدعم هذا المشروع. هو له علاقة برضه طالب حاسوب اللي قام يعني بالمشاركة، له علاقة بالحوسبة التطبيقية وله علاقة كتير بالبرامج وخلافه وبرمجة. فبالتالي طبعا احنا مش احنا تفاجأنا، احنا كنا متوقعين صراحة انه نحصل على مرتبة منيحة لانه كان كتير الدعم حتى من قسم الحاسوب. واحنا سياستنا في الكلية دائما احنا من يعني منهيئ البيئة للطلاب، نفتح لهم الابواب عن طريق التشبيك مع المنظم مع المؤسسات المنظمة لهذه المسابقات سواء كانت محليا او اقليميا وحتى دوليا كذلك، ومنرشح احد اعضاء الهيئه التدريسيه لمتابعه الطلاب. فبالتالي بنحس انه كل مسابقه هناك مشرف واحد من حسب القسم طبعا المشارك بدعمهم بشكل فني، بوجههم، بمضي معهم وقت حتى بعد انتهاء اوقات الدوام. ففي دعم كثير فني احنا عندنا من اعضاء الهيئه التدريسيه، عدا عن ذلك الدعم اللوجستي والمالي من اداره الجامعه. نعم رائع جدا. واذا ما رحنا الى الهندسه خاصه طلاب هندسه البناء مثل ما تفضلتي، وفوز ظاهر صراحة صحيح. على مستوى الجامعات الفلسطينية، وخاصة انه الخدوري ما كانت المساحة اللي اقيمت عليها المسابقة، هي كانت في جامعة النجاح الوطنية. فكيف تعامل طلاب الهندسة بانهم فعلا يشاركوا على ارض جامعة اخرى هي المنظمة للحدث لكن حققوا هذا الفوز؟ تمام. هلا هاي المشاركة صراحة لقسم البناء في هاي المسابقة بالذات هي كانت المرة الثانية على التوالي. المرة الأولى طبعا نفس الشيء دعمنا الطلاب، شبكنا، خليناهم، شجعناهم إنهم يشاركوا في المسابقة، حصلوا على مرتبة واحدة السنة الماضية. السنة هاي كانت رؤيانا إنه إحنا نستمر في نفس العمل لكن غيرنا شوية في التكتيك، تكتيك الفرق صراحة. يعني حاولنا إحنا في قسم البناء، وانا اصلا عضو هيئه تدريسيه كذلك في قسم البناء، انه نعمل ترتيب الفرق بانه يكون عباره عن تشكيل ما بين كل الدفعات، يعني سنه ثالثه وسنه رابعه اللي هم وسنه ثانيه حتى يتعلموا للسنين القادمه. ويكون كذلك عندنا وزعنا المشاركين في المسابقه الماضيه على كل الفرق، فكان نوعا ما احنا فرقنا يعني تكتيكيا كنا دارسينها الحمد لله كثير. مباريات كره قدم لا ما فيش مجال هو هيك
طبعا هم حتى الطلاب اعترضوا على التشكيله، بس انا اصريت انه لا لازم التشكيله تكون هيك، بتعرف الطلاب بحبوا يكونوا مع بعضهم بطريقه ما. لكن احنا كان عندنا رؤيه معينه والحمد لله هي جابت نتيجه وحصلنا على 3 مراتب الاولى. تكتيك بصراحه يعني وين الأهمية بمكان إنه الطالب إنه بيحكي أوكي مسابقات وفعاليات وإلى ما ذلك، شوي منهاج بدي أنضبط فصل أكاديمي إلى ما ذلك أحداث ممكن يتدمر الطالب شوي من هاي المشاركات، لكن في أهمية كبيرة أنتوا بتحاولوا تمرروها لمشاركة الطالب من خلال هذه المسابقات والفعاليات. وين بتكمن فعليا؟ أنا بعلق كلامك، صراحة الطلاب ما بتذمروا، بالعكس يعني هم بتحسهم عندهم السلف موتيفيشن كتير قوي إنهم يشاركوا في هاي المسابقات. اللي بيميز طلاب الهندسة من خلال تعاملي معهم، يعني هي السنة الثانية هلأ في حضوري، عندهم طاقات كتير رهيبة، عندهم قدرة على يعني العمل الجاد بشكل ملفت للنظر. طبعا احنا بنحكي بالمجمل اكيد طبعا، فالفكرة انك انت تقدر تستغل هاي الطاقات وتحطها في المكان المناسب، فهذا شيء كان كتير ضروري عندنا في الكلية. فبالتالي هم عندهم السلف موتيفيشن، هذا اولا. ثانيا اهمية المشاركة في هيك مسابقات على المستوى المحلي كجامعات، ضروري جدا وضع اسم خضوري على خريطة. طب تعرف ان كلية الهندسة هي تم انشائها في 2007 بنفس الفترة اللي تم تحويل كلية فلسطين التقنية الى جامعة حكومية، فبالتالي ضروري جدا وضع اسم خضوري على الخريطة المحلية، فهذا له بعد كذلك استراتيجي للجامعة. البعد الثاني اللي هو تهيئة، عادة المسابقات المحلية أو الإقليمية بتعطي بيئة تنافسية ومهنية كذلك، فالطالب بيحتك يعني بنطور مهارات الطالب على حل المشكلات. في يعني في عقبات، أكيد في عقبات، فهم بنمو مهاراتهم الشخصية صحيح. كذلك في التعامل مع هاي التحديات، وبعد ذلك هذا جزء من بناء شخصية الطالب ومهاراته للمستقبل، يعني تهيئته للمشاركة في سوق العمل لاحقا. هذا كلها طبعا بتصب بالأخير لمصلحة الطالب إن شاء الله. جميل جدا. وإذا ما رحنا للمسابقات القومية مثل ما تفضلت اللي هي مسابقة التكامب، التكامب هي محلية محلية عفوا، مين إذا القومية الملتقى أنا لخبطت بينهم. لا ما هو حافل الأسبوع اوكي. اذا التكامب عن ايش كانت بتتمحور او ايش طبيعتها؟ تمام. هلا هي المنظمه من التكامب هي الجمعيه الامريكيه للمهندسين، سوري هاي المره هي مؤسسه شركاء في التنميه المستدامه اللي نظمت التكامب. كانت فكرتها تدور حول انه وضع او ترشيح فرق من قسم الحاسوب، خصوصا اللي بيشتغلوا في الابلكيشنز، انهم وضع ابلكيشنز ووضعهم ان كونتاكت يعني مع الشركات الخاصه. حلو. ومحاوله انه ايجاد تطبيق معين بيخدم حاجه السوق. فكان احنا طلابنا شاركوا بابلكيشن كتير لطيف انه عن طريق اتمته وحوسبه لتطبيق بيعمل على مساعدة المواد البشرية لاختيار المرشحين بطريقة يعني أوتوماتيكية. فكان هم حصلوا على المرتبة الأولى في الأول عرض. طبعا إن شاء الله بعد المفروض بعد نهاية المسابقة الأولى اللي هو المرحلة الأولى، فيه بعد شهرين اللي هو يعني استمرار لهي المسابقة، ونحن شادين حالنا في مرحلة ثانية إن شاء الله. اللهم لا حسد. بصراحة الرسالة للكلية وأفاق الجامعة من خلال هذه المسابقات، وين الطموح؟ الرؤية، رؤية الجامعة. طبعا أنا دائما بحكي مش أني متعصبة لخضوري، لكن أنا بقول أنه هاي الفترة هي اللي خلينا نقول بداية العصر الذهبي لهاي الجامعة. الرؤية عامة في ابتداء من الإدارة العليا للجامعة وامتدادا للكليات بممثلين بعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، عندنا رؤية وعندنا مهمة كتير كبيرة أنه تحسين الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعة، رفع الجودة، ولو في احنا كمان رقابة على هاي الجودة. فده كله طبعا هاي جزء لا يتجزأ من هاي المهمة الكاملة لجامعة خضوري هلا حاليا. فإحنا رايحين زي ما تقول رسمين هدف وماشيين ستيب باي ستيب لحن ان شاء الله نوصل لهذا الهدف. واكيد ان شاء الله راح توصلوا له، وبنامل لكم النجاح وكل التوفيق ان شاء الله. وشكرا لتواجدك وايان على هاي التفاصيل وهي المعلومات. تحياتنا اكيد لطلابنا الطلاب جامعه فلسطين التقنيه خضور اللي بيتابعونا بيشاهدونا في هذه اللحظات، وشدوا الهمه في بقيه المسابقات والمراحل. شكرا لك يا عميد كليه الهندسه في جامعه فلسطين التقنيه خضور الدكتور مكرم عباس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.